أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونستمر في الباب السادس في أدوات جمع البيانات، ونتحدث اليوم عن المقابلة الشخصية. في الجزء الأول تحدثنا عن الاستبانة، أما الجزء الثاني فهو عن أداة من أدوات جمع البيانات وهي المقابلة. المقابلة هنا تعتبر أكثر الوسائل لجمع البيانات السيسيولوجية في علم السيسيولوجي الاجتماعي. ليش؟ لأنها ممتدة وتعتمد على تفاعل لتقضي بين الباحث والمبحوث. غالبا ما نسألهم أسئلة مباشرة عما يود الحديث إليه، يعني النقاش بيكون وجاهي فردا إلى فرد، والنقاش بيكون حقيقي ومباشر، وهي أكثر وسائل جمع البيانات. الانترفيو المقابلة هي محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد غير مجرد الرغبة في المحادثة ذاتها. يعني هي أنت مش بس بدك تتكلم مع الناس، لا، هو أنا ليش بدي أتكلم مع الناس، يعني موجه نحو هدف محدد وهو السؤال. تعد المقابلة أو الاستبار أداة لجمع البيانات اللازمة للبحث الاجتماعي. المقابلة أو الاستبار ليست منهج وإنما أداة من أدوات جمع البيانات في البحث العلمي، بل وأكثر الأدوات استخدام وأفضلها على الإطلاق، خاصة في المجتمعات التي تنتشر فيها الأمية. وهذه أحد العيوب في الاستبانة اللي إحنا شفناها في المحاضرة السابقة، إنه الناس لما بتعرفش تقرأ وتكتب صعب إنها تعبي الاستبيان، فبتتجه للمقابلة. المقابلة ليست أداة منفصلة عن الأدوات الأخرى، بل هي أداة إضافية تضاف إلى الأدوات التكنيكية أو التكنيكال الأخرى اللي بيتم استخدامها في البحث العلمي. بيتم استخدام المقابلة في الكثير من العلوم الإنسانية، خاصة في علم النفس، علم الاجتماع، علم الأنثروبولوجي. لفظة الاستبار هنا مشتقة من سبر، سبر اللي هو المصطلح اللي هو التخصص أو الجزئية العلمية التي سيتخصص فيها الباحث، أو طبيعة المنهج، طبيعة عفوا طبيعة العلوم الذي يتجه إلى الدراسة. المقابلة يعني ذلك أن لا تكون المحادثة فقط للتسلية أو إني أحقق أغراض شخصية بين المتقابلين اللي هو الباحث والمبحوث. خلال هذه المناقشة أو المحادثة يكتب أو يسجل الباحث ملاحظاته عن الأشخاص موضوع الدراسة اللي هو بيستهدفهم في الدراسة، ويجري معهم المقابلات. وهنا يتوقف نجاح المقابلة على مستوى التخطيط للمقابلة، الأسئلة المناسبة اللي تم إعدادها مسبقا التي تتفق وأحداث البحث. زي ما قلنا إحنا حكمناها زي الاستبانة بالضبط، بدها برضو تحكيم، إنه هاي الأسئلة اللي أنا بدي أسألها للناس، وعلى الكيفية التي تتبع لتسجيل المعلومات والبيانات التي تأتي عن المقابلة وتنتج عنها وتسفر عنها من جهة أخرى. يعني هل مسموح إني أنا أسجل صوت، ولا بدي حدا يكتب معايا نوت؟ لأن في ناس بتقول لا، ما تسجليش أنا صوت، أنا ما قلتش كده. ممكن إنك تسجل أنت نوت بالورقة والقلم. يجمع الباحث أو يجتمع الباحث هنا مع المبحوثين لاستخلاص البيانات. هنا يجمع المعلومات عن طريق الأسئلة، يلقي الباحث مع المبحوثين هنا لما يلتقوا، يلقي أسئلة لمعرفة رأي المبحوثين المجيب في موضوع معين، أو الكشف عن اتجاهه الفكري أو المعتقد الديني، أو التعرف على النفس البشرية باستعراض ظروف تنشئة المبحوث اجتماعيا، والكشف عن الدوافع اللي خلته يقول كده، والمشاعر والاتجاه والعقيدة والقيمة والأمل والرغبة. وهذا يصعب الحصول عليه عن طريق وسائل جمع الاستبيانات أخرى. يعني مثلا لو وزعت استبيان وكتبت فيه هذا الكلام، صعب إني أحدده بالتفاصيل غير لما أنا أشوفه مع المقابلة. في المقابلة بتشعر أنت بكل هذا الكلام من خلال السؤال عن
مشكلة معينة مع المبحوثين أو الفئة التي تريد دراستها. وعلى ذلك تكون المقابلة في ذاتها هي تبادل لفظي بين السائل والمجيب، ويقوم فيها الباحث بإثارة المعلومة أو السؤال أو الرأي أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين. هنا الباحث يبدأ بأن يوجه الأسئلة العامة، وبركز بالتدريج بعدها على محور التركيز تبع البحث، على محور الاهتمام، فيضيق من نطاق الأسئلة حتى يتمكن من الحصول على المعلومة النوعية والخاصة رويدا رويدا بالتدريج. ليش؟ لأنه مرة واحدة هيك السؤال مفاجأة للإنسان، مش حيجاوبه صح، ولكن بالتدرج. كذلك من المهم أن يحاول الباحث هنا الحصول على المعلومات بطريقة تتميز بالتسلسل الزمني، وهذا يتم بمطالبة إيش؟ المبحوث بأن يستعرض ماضي حياته، مبتدئ بالماضي ومنتهي بالحاضر أو العكس. يعني ممكن أنت تقول له أنت وصلت مثلا، أنت الآن أمي لا تقرأ ولا تكتب، ممكن أعرف كيف وصلت معك هاي لغاية الآن وأنت عمرك مثلا 30 سنة ما بتعرفش تقرأ وتكتب، كيف صارت معك؟ احكي لي من البداية. يا شوف السؤال هنا، احكي لي من البداية كيف أنت وصلت للحالة اللي أنت فيها الآن من عدم استطاعتك القراءة والكتابة من البداية. يعني خشيت مدرسة ابتدائي، بعدين طلعت من المدرسة اشتغلت مثلا، رحت انت اعدادي ما توفقتش وانسحبت، وهكذا. تسلسل زمني لازم. يمكن للباحث ان هنا ان يحصل على المعلومات من مصادر الثانوية زي المخبرين الذين لديهم معرفة كاملة بتغيير الظروف الاجتماعية، يعني الناس اصحاب القرار في المجتمع احيانا، والدارسين اصحاب اللي هي اللي بنقول عنها احنا الفئات المجتمعية اللي هي اللجان المجتمعية، المخاتير، الناس اللي بتلاقيهم ايش عارفين ظروف المجتمع، او الذين هم على اتصال زي الكير جيفر مثلا، اتصال وثيق بالافراد والجماعات موضوع الدراسة، يعني حدا بيرعى الناس هدول، مما يمكن بالتالي من تحليل الحقائق. يعني مش معقول انت بدك الموضوع تبع البحث مثلا عن انيميا الأطفال والتغذية في سن الروضة، طبعا سن الروضة لا يمكن أن يقول لك الإشي، فالأم ممكن أو المدرسة أو الباحث الاجتماعي يقول لك بالتفصيل إيش بصير مع الأطفال هدول في مقابلة بسيطة معهم. خصائص المقابلة، من الخصائص هنا التبادل اللفظي الذي يتم بين القائم على المقابلة اللي هو أنت مثلا أو الفرد اللي بده يساعدك، وبين الهدف المبحوث، الناس اللي بدك تعمل معهم المقابلة. وما قد يرتبط بذلك التبادل اللفظي من استخدام التعبيرات تبعت الوجه، نظرة العينين، الهيئة، الإيماء، السلوك العام، يعني لغة الجسد. بدك تكون فنان في إلقاء السؤال، يعني ما تكونش أنت هيك تحكي بغضب أو باستهزاء أو بصرامة أو استغراب، او لا، لازم يكون هيك في لغة حوار زي ما بيقولوا، في جذب للسؤال، حتى انك انت تستطيع تحصل على الإجابة من الطرف الآخر اللي هو المبحوث، اللي هو الفرد من افراد المجتمع او المجموعات، بسهولة ويسر من غير تعقيدات. الخصائص ايضا المواجهة بين الباحث والمبحوث، بيد انه هاي الخاصية ليست بالضرورة تحقيقها، انه ممكن مقابلة مجتمع الدراسة عبر التلفون، يعني ممكن انا اتكلم معك تلفون او عبر الفيديو كونفرنس، ممكن المقابلة تكون ليست قاصرة على الباحث والمبحوث، ممكن تستخدم مع الابناء او والديهم او الزوجات او الازواج، ممكن المقابلة انها تكون مع مجموعة من الافراد مش شخص واحد. خصائص أيضا توجه هذه المقابلة نحو غرض واضح محدد الهدف، وهذا الغرض بيجعلها تختلف عن الحديث العادي العام اللي بشكل عام حدوته كده. ليش؟ لأنه هذا العام لا يهدف إلى تحقيق الغرض، ولكن المخصص والواضح الفوكس زي ما بيقولوا بيحدد الهدف. وظائف المقابلة، الوصف والاستكشاف. في الوصف تصف بطريقة مثالية الواقع المجتمعي،
والاستكشاف تستطيع المقابلة أن تمدنا بمعلومات جديدة حول موضوع الدراسة. يعني أنت في المقابلة بتقدر توصف بطريقة مش طبيعية اللي بيصير معك في الميدان، اللي هي الطريقة المثالية لوصف الواقع المجتمعي المبحوث، وتستكشف أيضا أثناءها بمعلومات جديدة ومعلومات مش موجودة مع الاستبيان أو أدوات جمع البيانات الأخرى. هنا في المقابلة تتداخل العديد من العوامل لتحديد جدوى المقابلة كأداة عملية، كأداة علمية، يعني المقابلة كأداة علمية لجمع البيانات تتداخل العديد من العوامل حتى أنها تحدد الجدوى تبعت المقابلة. مثال: خواص الباحث. أنت كباحث، هذا يشير إلى الخواص الذاتية للباحث، أي أن إيش الباحث لازم يتسم أو لازم يتصف بخصائص مقننة تساعد على استخدام هذا الأسلوب ليكون لديه من بعد المقدرة على تقبل المبحوثين. يعني أنت بدك يكون عندك نفس طويل تتقبل فيه الناس إيش بيحكوا، لأنه أنت مستواك العلمي والفكري أعلى، فبدك تتحمل شوية إيش بصير معك. كما يكون موضوعي بعيد عن التحيز الذاتي، يعني التحزب والتحيز الفكري والديني والمجتمعي والقبلي بدك تحطه هذا على شقة. خواص المبحوثين، يعني زي ما في لك أنت كباحث خواص، في للمبحوثين فئة المستهدفة خواص. ترتبط هاي الخواص بالمقابلة من خلال تأثير هاي الخواص على انسياب البيانات أثناء المحادثة. يعني شفته بيستجيب معك كمل، شفته انت هيك شوية جاد معك وبيعطيك الجواب من طرف لسانه، حاول انك تكسر الخوف او تكسر الحرج كباحث وتستمر في المقابلة في التسلسل حتى تستطيع ان تحصل على بيانات انسيابية هنا، الفلو تبعها يكون كتير سلس وتحصل على اللي بدك اياه، والا المقابلة فشلت. هناك من درجة المرونة هنا تنقسم المقابلة الى اقسام: مقابلة بنائية او مقننة، ومقابلة مرنة او غير مقننة. يعني مقابلة مقننة او غير مقننة، او مرنة وغير مرنة. المقابلة البنائية أو المقننة أو المقابلة هنا تتسم أو تستخدم تتسم بالملاحظة البنائية جدولا للمقابلة أنت عملته مسبقا. يعني بتجيب ورقة كده بتخططها بتعملها على هيئة جدول، والجدول هذا فيه عدة أسئلة محددة من حيث الصياغة والتكوين والتركيب والترتيب والنوع إذا كان مغلق أو مفتوح، وبتقعد مع الأشخاص بتوجه الأسئلة هاي، تتوجه للأشخاص اللي بتجري أنت معهم كباحث، بتجري معهم المقابلة بنفس الأسلوب وبنفس الترتيب اللي موجود وين في الجدول، اللي هي عشان هيك بنائي أو مقنن مفلترة زي ما بيقولوها، وبنفس الترتيب. هذا التحديد بيزيد من درجة ثبات النتائج تحت المقابلة. يعني هنا التسلسل السلس اللي احنا بنقول عنه الفلو تاع المعلومات اللي حيطلع من المبحوثين الافراد اللي انا بجري معهم المقابلة حيطلع متسلسل ولذيذ كده ومقنن ايضا على حسب الفلو تبع الاسئلة، ويعطي لكل الاشخاص نفس الفرصة لفهم السؤال والاجابة عليه. تحديد الاسئلة يساعد، يعني جدول المقابلة هنا المقننة من حيث الصياغة والترتيب بيساعد إيش في أسلوب التوجيه على مقارنة نتائج المقابلات. يعني النتائج هنا بتتحدد بالأسئلة والجدول والتقنين والصياغة والترتيب، فالنتائج لها علاقة بكل هذا. كما يسهل عملية التصنيف للمقابلات، كما إيش كمان من درجة صدق وثبات ودقة نتائج المقابلة. يعني أنت بتكون إيش مسلسل الأسئلة ومقننها ومفلترها وعارف إيش، هذا بيديك ثبات ومصداقية أكتر ودقة، ويوفر وقت وجهد بتركيز كل من القائم على المقابلة ومن يجري معهم المقابلة من الناس، يعني أنت والناس، على البيانات الرئيسية المرتبطة بالمشكلة
البحثية. ليش؟ لأنه في تركيز، فيش تشتيت. التشتيت بصير من المقابلة من النوع الآخر، وهي المقابلة المرنة أو الغير مقننة. هذا النوع من المقابلات كما يدل الاسم، اسم على المسمى. تحدد أسئلتها مسبقا أو تحدد أسئلتها مسبقا، أو فئات الاستجابة للأسئلة، أو الوقت المحدد لإجرائها. يعني مثلا القائم على المقابلة بيعرف طبيعة المشكلة البحثية ومكوناتها ويحدد الأسئلة اللي ممكن يشوف إنها بتمكن الباحث من الحصول على البيانات اللي بتتطلبها الدراسة. وعشان هيك لا تتطلب المقابلة المرنة اتفاق ما بين القائمين بها على أسلوب الصياغة تبعت الأسئلة، أو طريقة إلقائها، أو ترتيب الوقت الذي يستغرق القيام. يعني مخربطة كده، ممكن تقعد طول اليوم على سؤالين غير عن المقابلة المقننة. نظرا لأن المقابلة الغير مقننة تتميز بالمرونة والتلقائية، وأسئلتها بتحدد مسبقا من حيث الصياغة أو العدد أو الترتيب أو حتى أسلوب الإلقاء والوقت الذي تستغرقه، فإنها تتطلب أن يكون القائم بها مدرب. مدرب يعني أنت كباحث بدك تكون مدرب وعلى معرفة دقيقة بموضوع البحث، كما زي الميتينج يا جماعة اللي بتصير مع الناس وبتجمعهم كده وبتتحدثوا انتوا عن موضوع معين. مثلا النفايات في الشوارع، عمالة الأطفال، غلاء المهور، نسبة البطالة، تلاقي ايش حدوتة، مجتمع كامل بيحكي. انت بتسأل سؤال وفي 100 إجابة عليه، فانت في الاخر بتلخص بذكائك. بدك تكون مدرب، كما تطلب من الباحث انه يكون مهارة فائقة في عملية تصنيف وتحليل البيانات، حتى انك تقارن النتائج وتوصل للتعميم او التلخيص اللي بدي اقدر استفيد منه في البحث. يعني بعد مقابلة الناس عن مثلا غلاء المهور او البطالة مع الخريجين، وجمعتهم قعدت معهم وحكينا مع في مشكلة البطالة، حسمع 100 إشي، حتسمع 100 رأي، حتسمع كتير من المعلومات وكتير من الشغلات. هنا الفن وين والتدريب وين لك كباحث، كيف تلخص هذه الميتنج وتطلع لي بسطرين او 3 او اجابة على اسئلة البحث تبعتك. هل المقابلة فادتك في اجاباتك على الاسئلة؟ هل اعطتك اللي بدك اياه؟ هنا السؤال الحرج. اهم ابعاد المقابلة المقننة، نرجع للبند الأول في المقابلة المقننة. تحديد مكان المقابلة، يعني بتكون المقابلة تجرى في مكان محدد مسبقا. بقدر أنا إيش أتحكم في الأسئلة والأجوبة. ليش؟ لأنها في سرد وفي سلس في الأسئلة. تقليص موضوع البحث، التحكم في خواص المبحوثين، كل هذا بإيش من أهم. أيضا العلاقة بين الباحث والمبحوث تتميز بعدة مزايا، عبارة عن علاقة عابرة في مدتها أو شكلها، أي لها نقطتين في بداية وفي نهاية. خلاص أنا سألتك السؤال جاوبتني، سلام عليكم، مبعدش معه خلاص. الباحث يقوم بعمل المقابلة مع مجتمع الدراسة وهو غريب عنهم، بعرفهوش، لأنه بالنسبة إليهم من خارج المجتمع تبع الدراسة. ولكن في الدراسات الأنثروبولوجية مجتمع الدراسة يكون بدائي، لازم يعيش الباحث بين المجتمع، يعني لازم يكون من أهل البلد، من أهل المجتمع، عارف كيف خصائص المجتمع، بيسألهم عن موضوع الدراسة ومع ذلك هو غريب بالنسبة إليهم، آتي ليسجل البيانات ثم يعود لتحليلها، فبيعتبروه إيش يعني مش منهم. عشان هيك لازم يكون الإشي في مصداقية. تفيد في المزايا في المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الأمية. مزايا المقابلات فيش بتفيدني؟ بروح أنا على المجتمعات ترتفع فيها نسبة الأمية، الحل الوحيد معهم إني أقابلهم وأتحدث معهم. المقابلة تتميز بالمرونة، والمقصود هنا أن الباحث في ذهنه أسئلة معينة ينتقل فيها بناء على إجابات المبحوثين. يعني ممكن أنت تركب السؤال بناء على الإجابة، زي مثلا إذا كان كذلك بتسأل عن سؤال معين، إذا كان كذا 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 أجب نعم أم لا، إذا كان نعم ليش، وإذا كان لا ليش، وبناء على نعم تبعت ليش هاي أو ليش تبعت نعم بتركب سؤال تاني.
نمرة ثلاثة من المزايا، يجتمع الباحث والمبحوث في موقف مواجهة، يعني فيس تو فيس زي ما يقولوها، في لغة جسد هنا بتترجم إذا كان في مصداقية في الكلام أو لا. أربعة، يستطيع الباحث طرح عدد كبير من الأسئلة وإقناع المبحوث بأهمية البحث العلمي والعملي. يعني أنت ممكن تقول على التلفون يقول لك يا لا إيش يا عمي هذا الكلام، لا إيش أنت بتسأل، إيش بدك تصير، بس أنت في شخص كشخص بتقدر تشرح له وتفهمه وترغبه في الإجابات. لأنه ممكن في بعض الناس يقول لك آسف أنا ما عنديش معلومات أعطيها لك، بيعتبرها أنه هاي خصوصية أو سرية. عيوبها كثيرة التكاليف، تكاليف المقابلات كبيرة وعالية، الاستبيان أرخص، تكاليف هنا المقابلة بدك تروح تجمع الناس، وممكن تضطر تجيب لهم ضيافة، ممكن تضطر تدفع لهم مواصلات تيجوك على المكان اللي انت حددته، تتطلب مجهود كبير من خلال الانتقال من مكان لمكان. تخيل قطاع غزة بدك تعمل مقابلات في كل المحافظات مع فئات هشة أو مهمشة من النساء والأطفال أو البطالة أو العمال أو كذا، تخيل أنت يعني موقف صعب كويس. 2، تحتاج لعدد كبير من اللي بيجمعوا البيانات معك ويكونوا مدربين، شوف التدريب قديش بده يكلف كمان، وهذا يتطلب نفقات كبيرة. 3، كثيرا ما يمتنع المبحوث، الناس أفراد المجتمع كتير بيمتنعوا عن الإجابة الحرجة، زي مثلا السؤال عن الدين أو الدخل المالي، يعني مثلا هل أنت ملتزم، بتصلي بتصليش، عندك قديش راتبك، ممكن ما يقولكش وهذا صعب. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.